بسم الله الرحمن الرحيم. غراد عناوين الصحف السودانية صدر صباح اليوم الاثنين 3 فبراير 2020. استهلاك بصحيفة الانتباه. اعطال بخطوط النقل تهدد بأزمة وقود. تسليم خطاب استرداد غوش للانتربول خلال اسبوع. طلاب محتجون يحتلون جامعة القطار يطردون المدير والإدارة. عقوبات رادعة تنتظر الأزرق واللائحة تمنح الأهلي نقاط المباراة. المهدي يحذر أطراف التفاوض من فتح بوفيه المزايدات السياسية. جبريل إبراهيم تعيين الولاة في الوقت الحالي سيعقد عملية السلام. صحيفة الصيحة. البرهان إلى واشنطن من ناوي هذه رؤيتنا لتكوين الجيش السوداني. الدعم السريع تضبط معارضة جنوبية مسلحة. النيابة تحجز على مستشفى الأمل. القبض على القيادي الشعبي عمر عبد المعروف بسبب انقلاب الإنغاز. تصاعد ردود فعل عصيان وزارة المالية بولاية السنار. كيان أبناء الخرطوم يجدد مطالبته بمنصب الوالي. صحيفة السودانية الدولية. حمدوك يجتمع وفد من الشعب. لجان مقاومة الجزيرة ترفض مرشح الشيوعي لمنصب الوالي. أزمة الوقود تتفاقم وزيادات في تعرفة المواصلات دون منشور. الدعم السريع تلغي القبض على 4 معارضين جنوبيين بالكلاكلا. السودان الدولية تكشف عن اجتماع بين الشعبي وحمدوك. السودان الدولية تكشف عن بيع أراضي بغرب أمدرمان. صحيفة الجريدة. الآلاف يتظاهرون بالفول ويطالبون بإقالة الوالي. الشيوعي يلتقي حمدوك يستعجل إعلان المجلس التشريعي. قيادي بالتغيير قرارات الحكومة تطبخ بعيدا عنا. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الشهادة السودانية في أبريل. مقاول مايو لا نمانع في مشاركة الدعم السريع في حملة النظافة. العاملون بجبل الأولياء يدخلون في إضراب مفتوح احتجاجا على سلوك لجان المقاومة. العدل والمساواة الأراضي والعدالة ضمن ملفات مسار دارفور. الغرام وسجن صاحب مخبز بسبب زيادة سعر الرغيف. صحيفة آخر لحظة. حظر صفر قيادات وقرارات بشأن بنوك وشركات. الشعبي أحزاب بالتغيير تلقت أموالا من الخارج. تجديد حبس وداد والمؤبد لنجلي وزير سابق. إدريس سليمان أحزاب امتطت عربات فارهة وكاسي من الخارج. فيصل يشيد بمهنية جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي. الجيش الحوثي لم يتواصلوا معنا بشأن الأسرى. لجنة لإزالة التمكين داخل وزارة المالية. صحيفة التيار. مخالفات مليارية بهيئة الموانئ البحرية. مذكر المجلس السيادي رافض الممثلين مسار الشرقي بالمفاوضات. المهدي يدعو لجان المقاومة لتكوين حزبي باسمهم. تجمع المهنيين يطالب بدراسة جديدة للحد الأدنى للأجور. القبض على القيادي الشعبي عمر عبد المعروف بسبب انقلاب الإنغاز. الدعم السريع تضبط عناصر معارضة لدولة جنوب السودان. الحداثة. مدني زيارتنا لجيبوتي مهمة ويمكن الاستفادة من تجربتها في المواني. وزارة الطاقة والتعدين تعلن اتخاذ تعويضات لتلافي آثار تعطل خط هجيج الناقل للنفط. رئيس مسار الشرق في مفاوضات جواه يلتقي المبعوث الأمريكي. شكرا لحسن المتابعة.